كنا بنتكلم امبارح عن الاحتفالية الجميلة بحضور السيدة انتصار السيسي والوزيرات والقادة النسائية، وكلمنا عن الاستعراض العظيم اللي قامت به الفنانة الكبيرة صفاء أبو السعود، وكنا بنقول ازاي في معاني كبيرة جدا وهي كانت وحشانة ازاي. والمفاجأة يا جماعة ان هي معانا دلوقتي على التليفون. مساء الفل والجمال يا مدام صفاء. أهلاً، مساء النور ومساء الفل والريحان وكل الزهور يعني. الياسمين والرضا وكل حاجة حلوة، والاستعراض الخطير اللي حضرتك قمتي بيه امبارح ده حاجة ورا الخيال الحقيقة. أشكرك جداً والله، يعني ده من ذوقكم والحمد لله إنه عجبكم يعني. لا طبعا، حضرتك طول عمرك مصدر بهجة لينا، وكنا دايما بنبقى سعداء جدا لما بنشوفك، فأكيد كل ما هتظهري تاني وتكوني بينا هيكون ده يعني مصدر سعادة لينا أكيد. أستاذة صفاء منورانا. منورانا، الله يخليك. منورانا وصوت السعادة، صوت السعادة المصري، صوت صفاء أبو السعود، صوت السعادة. بجد أنا متربع على صوت السعادة الجميل ده. فكرة يا رب يخليك، ميرسي. علشان بقى طبعا تعمل لنا حاجات حلوة بقى من عندي قبل العندي يا هاني. أموريني، بتحب تاكلي ايه؟ انا بحب كل حاجه. بحب حاجات كتير قوي والله. بحب الاكل العادي، الملوخيه والحاجات بتاعه مصر بتاعتنا والباميه وكل الكلام الجميل ده. تيجي لنا قبل رمضان امتى عشان نعمل لك كل ده يا هاني؟ الله يخليك، هاجي لك. تشرفينا يا هاني. مدام صفاء، استعراض بنت يا بنوته، كلمات المبدع ايمن بهجت قمر والحان وتوزيع الاستاذ محمود طلعت، كلمينا ازاي جت فكره الاستعراض ده؟ هو طبعا الحقيقه هم عارفين ان انا بغني حاجات كثيره للاطفال وكده، وبشتغل مع الاطفال، وانا الحقيقه من يعني من الناس اللي شغلهم جدا طول عمري ايمن بهجت قمر، طبعا ابن فنان كبير يعني طبعا. وطبعا ومحمود طلعت موسيقار جميل ومميز، واعماله وتتراته وشغله كله حلو يعني بصراحه. فانا طبعا ما لقيت الفكره جميله، واحنا في يوم المراه حبيت يعني اقدم حاجه ولو بسيطه، مشاركه طبعا في مناسبه قوميه جميله بتحضرها حرم رئيس الجمهوريه طبعا، و مجموعة كبيرة، وبشكرها جدا أولا لاهتمامها واختيارها للتكريمات اللي كانت موجودة لشخصيات كتيرة بقالنا كتير ما سمعناش عنها وما قابلناهاش. بقيت مبسوطة جدا جدا. الأغنية بقى طبعا لما لقيت الكلمات مناسبة، الكلمات متفاعلة مع الحياة وفيها نصائح بس مش مقصودة، صح. يعني غير مباشرة، صح، مباشرة. يعني حبيت ان الاغنيه لان عجبتني، بتتكلم عن البنت القاصرات في الجواز، انه لازم تحل نفسها، هي في سن معين تتجوز، الرياضه مهمه، صح، كملي تعليمك، تعرف يعني كل الحاجات دي مجتمعه خلتني طبعا جذبتني لهذه الاغنيه يعني فعلا يعني. فانا كنت سعيده جدا بيها، اتمنى انها تكون عجبتكم يا رب. طبعا دي مش عجبتنا اكتر. عايزه اسال حضرتك عن التكريم وعن وقوفك امام السيده انتصار السيسي. قلت لبعض ايه؟ قالت لك ايه وقلت لها ايه؟ لا قلنا لبعض ايه ده الاوان، يعني انا كنت بحبها كده من الظهور على الشاشه كده في لحظات، ولكن كون انها تفكر في الشخصيات اللي كانت موجوده كلها الفنية والإنسانية وكل اللي كانوا موجودين الحقيقة، خلتني أولا هي بسيطة جدا يعني حقيقي، فيها بساطة وتواضع كبير جدا جدا، وده اللي خلاني يعني أحس بمحبة كده شخصية زي وقرب يعني يعني قريبة، صح، ده اللي احنا بنحسه دايما الحقيقة. فعشان كده طبعا انا حسيت باني مش عارفه زي مش حاجه رسميه او جديه او لا، حسيت انها بسيطه زي ما كل حد من اهلي بيكرمني، فبقيت فرحانه جدا يعني، ومش انا بس، ده كل اللي طلعوا كانوا نفس الاحساس. صح طبعا. صح، وباين على وشوشكم وباين على البهجه. احنا اول ما شفنا حضرتك يا مدام صفاء يعني احنا متربيين على استعراضاتك واغانيكي، فرجعتينا لحاله كده مميزه ومختلفه ومهمه للجيل ده ان هو يحضرها على فكره. ده حقيقي. انا اشكرك.